في العموم برضه ضد الراجل اللي يضرب ست، يعني اللي هو اصلا انا يعني انت ممكن تحل بالتفاهم، ان انت مثلا ممكن تكلمها مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين لحد ما خبى، بس هم ممكن يوصلوا الواحد في اللحظه اللي هو يعني ممكن يرفع ايده. انت مثلا ممكن تبقى بتتكلم في موضوع مهم جدا يخصك انت والطرف الثاني او انت وهي، فتلاقيها مثلا قامت قالت لك ده انا بص شفت لون المونوكروم انت اصلا طالع عينك من الصبح عمال تتكلم في حاجه، طب ما اصل بالعقل والعقلين، طب انا بكلمك في ايه حاجه تخصنا وانت بتكلميني في لون المونوكير؟ ما ينفعش اضربها عشان لو عملت اي حاجه يعني، الا لو هي مدت ايديها عليا بقى وفكرت ساعتها ممكن امد ايدي. لا انا مش شايفه ان هي ممكن تضرب في اي وقت، يعني هي بني ادمه زيها زيه فهو هيضربها فيا، هي بني ادمه زيه ما لهاش انها تضرب في اي وقت في اي حاجه، غلطت الكل بيغلط يعني فعادي. في ستات بتخلي الراجل يطلع عن شعوره غصب عنه بيضربها، ما هي الست لو عقله كده وهاديه مش هيضربها، ايه اللي هيخليه يضربها؟ يكون الراجل قايم من النوم على الصبح عايزه مش عارف ايه وعايزه ايه، الراجل بيبقى قايم مقفل فبتيجي بتصبحه وبيخلي الدنيا مش حلوه في وشه بيضربها. قله الذوق طبعا يعني، والتقدير والاحترام، قله تقدير قله احترام، حاجات كتيره جدا. بس يعني ونرجع برضو للتربيه، يعني لو في تربيه وفي حاجات كتيره زي كده ما مش هتلاقي انت اي وضع وحش من مع حد مع مراته او كده. لو خرجت عن الدين، خرجت عن العرف المعروف في الدوله يعني، وبالتالي ممكن يضربها ليه لا؟ لما تقل ادبه على جوزها ممكن من حقه يعني. في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الستات بتعمل حاجات كتير تستاهل القتل مش الضرب. عدم سمعان الكلام، الاهمال في حقوق جوزها وبيتها، حاجات كتير. هي اصلا ما ينفعش تتضرب، اصل هي لو ضربت هتضرب،